دحين هذا قبر النبي حمد الله اينو داخل ها داخل هذا الذي داخل هذا قبر النبي حمد الله النبي حمد الله بن صفوان عليه السلام ولد ذكره في عدد من التفاسير منها الكشاف والطبراني والقرطبي وغيرهم وذكر الرازي في كتابه تاريخ مدينة صنعاء أن في مسجد صنعاء قبر النبي قال وسمعت العامة بصنعاء يقولون أن اسم هذا النبي المقبور في مسجد صنعاء حنظلة أنه قبر النبي من أنبياء الله النبي دعا به دعا اللهم اغفر لي ولأخي حنظلة ابن صفوان وخالد ابن سنان في آنس موجود وبه من أعمام النبي في الحيمة في جبل ردمة المطلب موجود هنا من أعمام النبي نعم إيه لأنه جاء في ما كان كانت التجارة ما يعني في باسمه في قبل الإسلام هذا وعد النبي صغير جاء هنا ودوفى عمه هنا في الحيمة في جبل ردمة اسمه جبل ردمة مزار جو من باكستان ومن الهند ومن كل جو يزوره نعم